يلا يا نسي ايه؟ يلا عيني عيني ايه؟ ايه؟ كمان كمان يلا حي تاني تاني خلص هذا ليكوا يا شباب ترى نحن اصدقائها بس والذي لا اله الا هو كاني بسمع واحد منكي جاب سيري لحد عن هذا الموضوع بدي فجرها لقناته كيف كيف يا لهادي ولا كيف كيف يا لهادي يلا يلا شيخ محيسي ايوه امرني بو شبلي والله بدي اياك بكامل الجهوزيه ها واي واحد فيه بتحس علاه بده يلعب بدنبه هيك ولا هيك ما بتحكي معه ولا حرف خالص بتقوصه بعرضه وبتقرع عليه وبعدين بتطمره ان شاء الله فهمتها ولو بو شبلي شغلي بدي فهم بقوصه وبطمره وبقرع عليه ولك لا 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 حول ولا عينيه اول شيء بتقوصه بعدين بتقرع عليه واخر شيء بتطمره ان شاء الله فهمتها لك دي والله فهمتها امني يلا عيني حركوا حركوا يلا اي جابر يا عبود يلا شيلوا الثاني يلا هاتوا له هون يلا عيني ما احلاكن يلا يا شباب يلا يلا يا عيني خيا شو هادا شو فاب قلب هالبراميل قولتك شو بعرفني شو شايف جابوا العريف ولا كنت مثل حادثه اكيد شي تقريبا من تقريبات والعاده اكيد عمل حالك عم بتشد تأخر هيك تأخر هيك تأخر هيك عمهلك عمهلك ايدك ولا لك شو بدك من ايدي طيب عمهلك ايدي شو هدا ايه علبة هرشة شو بعرفني شو شايفني ابو العريف ولا كنت وقت الحادثة جيب الحمير جيب الحمير لا ما في عيوني عيونك ما اغشمك اذا نحن البشر ما عرفنا بدك الحمير يعرفوا شو هدول لك لا ما في عيونك ما اغشمك ليش الحمير بدنا نجيبهم مشان يعرفوا شو هدول بدنا نجيب الحمير مشان نحمل هدول على الحمير فهمت ايوه فهمت عليك فهمت عليك بس جوداد يسألك هلا هي ما تعتبر سرقه عليك يا عيب الشوم عليك ولا ولا عين فيني مني عين فيني ولك جوده ابو خميس انا جوده ابو خميس جوده ابو خميس بيسرق لك ما هيك قصدي بس اني شغله ما لنا واخذناها شو بتسميها انت وهالدفتر هاد اللي بجيبتي شو عم يعمل بدي ايدهم على الدفتر انا خيو بيتي انا كم سطل دهان بده؟ يعني بيتك يعني اثنين ثلاثة من كتير اثنين ما بده أكتر من هيك وهي ها سطولة دهان عدد سبعة أجو داي شباب بلاقي معك هيك شي سطر فاضي بهالدفتر خير ليش؟ يعني انت دهاناتك سجلتهم بس انا دهاناتي انساتهم بالحرام هيك ما بصيبة ها تعرف شو؟ رح سجلهم كلهم على اسمي مشان ما يصير فاخ ربطة وباخد حقهم منك واذا طلع اكتر من هيك معلش عادي بتحمل انا الخسارة لك لا شو عم تحكي انت شو دحشك لا تدفع عني لا خيو شوف لي شو بيطلع علي لا ادفع لك ما مشكلة خيو اذا حسبنا السطل بخمسين ورقة شو بيطلع علي؟ بيطلع حسابي إذا السطر بخمسين بيطلع أشي بعرفني بعمري ما حضر درس حساب المدرسة أنا بحسبون عنك لأنه بيطلع عليك 350 ورقة ماشي ها مي حتخلي لحالي ما رح أعرف أحسبهم عد بخيا طبع معدودين ولو يا جاري شو هالحكي وهي رح سجل قدامك بدل سبع سطول 14 سطل دهون ها ماشي 14 وأمانة إذا بيطلع الزيادة بتقليها ماشي يا جاري شرعي يلا تعالي ما بحب الدين تعال تعال
بدي هالشايع ما بين اليوم سلنقاو؟ لا ما بين. وله بالعاده يقطع له شي يوم يومين ما يبين يعني؟ لا ما له بالعاده كل يوم ببين، بس هو هذا الشايع لحاله بيجي انا ما بقول له ها. يعني معقول يكون صاير معه شي شغله شيانه؟ لا ابوي شو بده يكون صاير معه يعني لا تفول عليه. اشي باكله صالح؟ ليش مزعل حالك يعني؟ شو يعني خايف من اهل التخريمه ولا لانه تهريب؟ لا خيو انا ماني خايف لا من اهل التخريمه ولا فارقه معي التهريب، بس بصراحه انا عتبان عليكم. ايوه فهمنا عليك فهمنا عليك، بس ليش عتبان علينا؟ شو عملنا لك يعني؟ انا بقلكم شو عملتوا؟ شو عملنا امس الزهره؟ قليلنا لمن بلش ابن الأعقور يعمر، قلنا لحالنا أنا وصالح بكرة بس يخلص تلييسة بده يدهن، ما بده يدهن. مظبوط؟ أكيد، يعني ما معقول كمان يفوت مرته على بيت لسه ما مدهو. طيب عمرك صحة؟ هيك قلنا نحن كمان، بس هو خلص تلييسة من هون وانتو حضراتكم رحتوا وزعتوا الدهان على العالم ببلاش من هون، نحن شو بنساوي بهالحالة؟ مظبوط، يعني هالدهونات اللي جبناهم رح يكسدوا علينا وهيك منكون خسرنا كل شيء. اخيك تقول احكي يعني نحن شو عرفنا خيا؟ لو قلت كنا ما اعطينا الدهانات منيحه. مزبوط، لانه نحن ما لنا ابو العريف ولا كنا وقت الحادثه. مزبوط ولا ما مزبوط؟ ايش انا عرفت الا بعد ما تخوزقت. هو هيك الخازو ما بتحس فهد اللي يصير هيك. يب وصلي روح لنقو روح لا تخاف ماني جاي اضربك. وي اطمن عليك اذا كنت جوا اعطيني علامه. سليم شو حالك لأمي؟ بسم الله عليك. طول بالك طول بالك، هلا بدي اخذك على المستوصف، بس ما راح ارجعك لهون على البيت بس نطلع من المستوصف. لا بدي اخذك لعندي على البيت، بدي جوزك عفوفه اللي بتحبها وبعدين جيبكم على البيت. حياه عيونك على الغول لا تقول رخصت. اذا انا برجع بك لأمي انا بدي ايمن لشواربي، لانه هالشواربي ما بيكونوا على رجاله بكذب. لا انا بدي احملك. تعال تعال. وين مرة شوف هيك قارس عم يرسل فوق جراباته بالشتوية؟ يعني شو هدا؟ اما شكله قارس هاللي عم بيقرصنا. لا قارس بيقرص المطارح المكشوفة. لا اما شو هدا؟ شو هدا لك نحوم قارس؟ ملائكة سلقتنا صوتك هون صوتك هون حزقي وتفزقي كنا أشهد وزي صوتك هون. هاي 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 كمان 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 ليش وقفتي ليش وقفتي؟ ايه انا كمان بدي حد شو يحشي ليدي عليك العمل ايش هالحكي غريب غريب. ايه الحمد لله الفوق عمود ببيتنا الحمد لله العمى. ليش انا لي 20 ايه دبري حكي لحالك حكي لحالك العمى ما حق جلدك الا تفرق. ليش هيك عم بصيروا له؟ شو هالحكي؟ ايه والله غريب غريب كثير غريب غريب. يلا حسيون يلا ساعدهم ساعدهم انت يلا حبوا الدكتور انا لك اطلعي بحبه ما بحبه اطلعي هاتي ايدي اطلعي يلا عدل يلا شغل هالتراكتور وخلينا نمر بطرينا لعند صالح ناخده معنا يلا. خير صالح فاشي؟ والله يا مختار
رحت لعنده على الدكان لاشتري زيت، يا دلو شفته غشيان بارض هالدكان ووافي مرته برا عم تراجع مصارينا. لا 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 باس عليهم، على الله يضرهم. يلا عادين روح. بعدين عم طلع عليك يا واطو، بعتنا برخيص، روحتنا وروحت حالة. يا جماعة الله وكيلكي، والمنتقم الجبار، والذي قسم الجنة عن النار وقال له لمحمد كون نبي، لا كنت بعرف ولا كان معي خبر. خي هودي جو قالوا لي هذا دهان صباغ يعني، وقال مدة خلاصيته سلحانة وبدني تمره، تمرنا وهذه هي. لا بشاع، ده ما في عيوني عيونك ما أبشعك صحي، ممكن بتخليك العالم يحكوا علينا ويقولوا إنه فعلا ماحا لحا ماحا بحبها بهالضيعة. ولكن أنا ما بفهم، بعرف أني ما بفهم، متأكد أني ما بفهم، يعني ما بدي حدا يقول لي، بس الجحش بيعرف إنه الدهان من دهن فهنا ما بنحطه تحت التراب الا اذا كان في عنا. فهمت عليك، يمكن فهمت علي، فهمت علي، فهمت علي، فهمت علي، فهمت عليك او قطع. فهمت فهمت، والله شو ما حكيته وبتنلامه. خيه انا محقوق الكن كلياتكن، بس خلاص توبي ابقى نعيدها. منيح حكي. بعد شو التوبه ولا بعد شو؟ ها بعد ما روحت الحجر والبشر؟ ولك انت التوبة ما مشي حالة معك، انت بدك اقواص. كيفك فيها هاي؟ كيفك فيها؟ عبيت لجيابك؟ لك الله هالضيعة لكان جابك. لا ما بعيوني عيونك، روحتنا ولا روحتنا؟ اكنت تطمرن فوق بالتخريمة؟ كنا بدنا نبدل. نعمة بعيونك نهيتنا. حكي حكي ذيبة. يا محل التهاب العصب البركي. أبو نادين شبعك سيدي، طول بالك شوي، تقبل هيك الموقف برجولة، لا تنجعز. لك ولا أنا ماني مجعوز من هالشي. يعني بالنهاية كلياتنا للوطن، أنت من شو مجعوز؟ لك من أول ما اتطوعت وأنا عم أحلم تصير جريمة حقق فيها، ما جريمة روح فيها. ولك الله لا يورثك، الله لا يقيمك، الله لا ينطيك إن شاء الله. احترامي سيدي. احترامي سيدي. احترامي سيدي. ولك يا ظالم 20 سنة وأنا قاعد ألمح لك، بتقوم بتهديني سطل دهان؟ أول هدية تكون آخر هدية؟